السلام عليكم. طبعا اليوم انا جد سعيد اني حاضر في هذا الملتقى العلمي بدعوه من وزاره التعليم العالي ومن بروفيسور جيجيك عميد كليه الصيدله في الجزائر. كما تعلمون الجزائر اليوم لها طموح انها يكون لها صناعه صيدلانيه قويه، وهذه الصناعه تتميز بالانفاقات الكبيره في البحث والتطوير وبإلزامية الابتكار، لأنه قطاع يتغير بطريقة سريعة جدا، ولذلك فالشركات في هذا المجال عليها أنها تبتكر باستمرار. وفي هذا الخصوص الهدف تاع اللقاء تاع اليوم هو تشجيع أكبر عدد من الخريجين أنهم ينشئوا شركات ناشئة، خاصة في مجال البيوتكنولوجيا اللي هو مجال إن شاء الله مجال المستقبل. احنا في هذا المجال في الوزارة لاحظنا أنه عدد كبير من المشاريع المبتكرة هي حاليا متطورة من طرف خريجين جامعات، من طرف دكاترة، من طرف حتى في إطار حتى مخرجات مذكرات التخرج. على سبيل المثال السنة الماضية فقط نظمنا مسابقة وطنية للبيوتكنولوجيا وشارك أكثر من 120 مشروع. هذا ما يدل على الأهمية اللي اليوم يأخذها مجال البيوتكنولوجيا. وهدفنا نحن كوزارة هو مرافقة أصحاب المشاريع، مرافقتهم طبعا عن طريق التمويل. اليوم صندوق مؤسسة الناشئة استثمر في عدد من هذه المشاريع، هدفنا أيضا مرافقتهم وخاصة في مجال المقاولاتية كما تكلم السيد الوزير. فطموحنا هو أن نرى عدد أكبر من المقاولين من خريجي هذه الجامعة، واتفقنا مع سيد عميد الكلية وسيد مدير الجامعة أنه يتم إن شاء الله تكوين في المقاولاتية، تكون في مقاولاتية طبعا يمكن الشباب أنهم يتعرفوا أكثر على آليات اللي وضعتها الدولة في مجال المقاولاتية، يتعرفوا على آليات التمويل، على كيفية إنشاء الشركات، كيفية تسير هذه الشركات. وطبيعة الحال الهدف في الأخير هو المساهمة في تطوير هذه الشعبة المهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتقليص المنتوجات الصيدلانية التي يتم حاليا استيرادها.